السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة المستر. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله من قناتنا. النهاردة هنقدم لكم إيه؟ هنقدم حل امتحانات كتاب بيت باي بيت لسنة كام؟ تاني إعدادي، اللي هي الامتحانات اللي في آخر الكتاب دي، المراجعة النهائية. طيب هنحل الامتحانات رقم 1 ورقم 2 ورقم 3، 3 امتحانات من صفحة 296 إلى صفحة 303. انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ نحل النهاردة امتحانات كتاب بيت باي بيت تاني إعدادي، ماشي. الامتحان الأولاني اللي هو صفحة 296. اول سؤال عندنا زي ما احنا عارفين listening، استماع، هتسمع النص ده مش عندك، عندنا، وتشوف الايه الاسئله اللي عندك عشان تجاوبها. النص بيقول when my parents were younger، والدين يعني، they lived in Luxor then they moved to بورسعيد in 1990. my father got a job in Cairo 15 years ago. They lived in a small flat from 2005 to 2006. They moved to a bigger flat a year later when I was born. نجاوب مع بعض هنا. When the speaker عندما ايه بالنسبة للمتكلم were younger they lived in Luxor، كانوا بيعيشوا في الأقصر. طبعا ايه parents والدين. Number two the speakers يعني المتكلم، the speakers parents والدين اللي بيتكلم ده اللي قال لنا النص يعني moved to بورسعيد in، انتقل بورسعيد سنة كام؟ 1990، وتتقرب طريقتين 1990 أو 1990، الاتنين صح. number 3 they lived in، هما يعيشوا فيه flat from 2005 to 2006، ها كانوا بيعيشوا في شقة صغيرة يبقى small. number 4 they moved to a bigger، انتقلوا الى اكبر a year later، بعد ذلك بايه بسنة، يبقى ايه a bigger ايه flat. السؤال التاني المحادثة نقراها كويس الاول قبل ايه ما نحلها. هدى بتكلم فهد فبتقول له when do you at the weekend، الساعة كام بتصحى في عطلة نهاية الاسبوع؟ قال لها ايه بقى او متى يعني at the weekend I usually get up early، عادة أستيقظ مبكرا. What not you do at the weekend، ماذا أنت ماشي في عطلة نهاية الأسبوع؟ قال لها I always دائما go out with my family، أخرج مع أسرتي. نجيب فعل مساعد هنا إيه بقى عشان المضارع تحت go، هنا في go صح، نجيب لها هنا إيه do. تمام. number 2 هدى راح تسألها سؤال are you going، أنت تذهب this weekend عطلة نهاية الأسبوع الأسبوع ده يعني؟ قال لها we not visiting، احنا هنروح نزور ايه my uncle and aunt، يبقى هنا ايه أين هتذهبون where. number 3 we وبعدين في فعل في ing هنا، يبقى نجيب am أو is أو ايه أو are. we are. نكمل بقى. Who do you spend time with، بتقضي وقتك مع مين؟ I usually spend time with my cousins، ولاد عمي. What not do you go to bed at the weekend، وقال لها 10 ايه 10 الساعة 10 يعني بتنام الساعة كام يعني، فقال لها what ايه what time، سهلة خالص دي. طيب number 5 في الساعة تاخد ايه، تاخد ات اتابوت، مكتوب اباوت عندنا يعني في حوالي الساعة ايه العاشرة. السؤال التاني دوت قطعة reading is a very helpful habit، عادة ايه عادة حلوة يعني بتفيدنا. it gives us many new ideas، افكار، وتحسن improves تحسن لغتنا. when you read هقراها لك على السريع عشان اقول لك معنيها. تقرأ عندما تقرأ you need to be in a quiet place، تكون تحتاج تكون في مكان هادي. يجب read different topics، topics يعني موضوعات، تقرا موضوعات مختلفة. to remember what you read عشان تفتكر اللي انت بتقراه. it's a good idea to have a pen، يكون معاك قلم in your hand to underline يعني يضع خط or circle او تضع دايرة the important points الافكار اللي المهمة.
try to discuss حاول ايه تناقش discuss what you read with your friends مع اصحابك people read الناس بتقرأ for different goals اهداف مختلفة البعض يقرأ for enjoyment يعني للمتعة just to feel happy لكي يشعر بالسعادة and spend a nice time ويقضي وقت حلو طيب البعض الاخر others يعني الاخرون others يعني الاخرون others الاخرون read as a job يروح كايه كمهنه بالنسبه لهم ان زي ايه students الطلاب read for their study بيقروا لدراستهم or research او يعملوا ابحاث all of us نكمل تحت هنا كلنا read the news نقرا الاخبار كلنا بنقرا والتوكس تقرير التوكس we also read ونقرا messages رسائل ايميلز and letters that we receive اللي احنا ايه بنستقبلها اول سؤال how is reading a good thing كيف تكون القراءه شيء كويس اجابتها هنا من القطعة من فوق كيف تكون القراءة شيء مفيد يعني اه في اول سطر خالص لانها بتدينا افكار امبروفز لنهاية الايه لنهاية الايه السطر ماشي وفي اجابات تانية كمان ممكن تقول باسلوبك برضك حاجات تانية ازاي تكون القراءة مهمة وكده why do you think لماذا انت تعتقد you need to read in a quiet place تقرا في مكان هادي هو مش جايبها في القطعة هنا اهو quiet place بس انت ممكن تقول ايه بقى اجابة من دماغك انت ليه محتاج تقرأ في كتاب في مكان هادي to understand ممكن عشان ايه نفهم اللي بنقراه understand ماشي اللي احنا بنقراها او ايه what we read ما نقرأه عشان نفهم اللي احنا بنقراه ممكن حد يقول تاني to enjoy reading استمتع بالقراءة number 3 what do you think ماذا تعتقد the word others refer to اللي في القطعة others تشير إلى people طيب the underlined word enjoyment اللي هي متعة تساوي إيه هنا pleasure many people ناس كتير تحب تقرأ about the تحب تقرأ عن الإيه من القطعة قال لي the weather it talks السؤال اللي بعده الاختياري أول واحدة my mom bought some fruits and vegetables مامتي اشترت ايه بعض الخضروات والفواكه her way home في طريقها للمنزل يبقى ايه on her way home number 2 please put your in the bin يبقى ضع ايه في السلة هتضع الايه يبقى don't drop it on the ground ما ترماش على الارض number 3 I think the two teams الفريقين will play the final match in Cairo هيلعبوا فين في الاستاد stadium 4 my parents are at work في الشغل and I am looking وانا my little sister اختي الصغيرة اعتني بيها look ايه look after number 5 my mom bought مامتي اشترت a machine to make some clothes تعمل بعض الملابس يبقى ايه ماكينة خياطة اشترت ايه سيونج ماشين نمبر 6 الشوجر كين قصب السكر از وبعدين ان ابر ايجيبت في الصعيد قصب السكر المفروض ايه يعني يزرع ماشي يبقى مبني للمجهول ام از وار هنا از ها والتصريف الثالث من جرو ايه جرون هي دي لكن لو قلت جروينج از جروينج يعني القصب هو اللي بيزرع تبقى غلط نمبر 7 I visited the citadel أنا زرت القلعة 2 years من سنة حاجة تيجي في الآخر هنا ago دي تدل على زمن الماضي البسيط كمان visited نمبر 8 we all tell the truth نقول الصدق يبقى ايه ما نقولش can't ولا mustn't ولا يبقى ايه must لابد أن كلنا نقول الصدق لابد أن يجب يعني نمبر 9 Miss Mona الأستاذة منى teaches us math ماشي is very friendly تكون ودودة او متصادقة معانا يعني يبقى هنا ايه بقى مس منى دي عاقل الذي العاقل هو 10 ذا تشيتا الحيوان التشيتا ده از الفهد از ذا نوت انيمال ان ذا وورلد ذا نزود للصفة EST صح ذا فاستست الاسرع في التفضيل يعني دي صفحة 297 خلاص قلنا ندخل في 298 read and correct اقرا وصحح الكلمة تحت الخط دي there was هعرفها من الجملة كلها ان في many ان في many people people ما تاخدش was هتبقى ايه هتبقى where عشان people جمع تمام هو وبعدين used to take you to school مين اللي كان متعود يوديك المدرسة you were ماضي صح يبقى خلي use للماضي ايه used نزود لها ايه دي بس
اعتاد ان يوصلك المدرسة. نمبر 3 ايجيبت از صح، مصر ايه، ودي مصر دي غير عاقل صح، باي بواسطة تعرف ان هي مبني للمجهول، دي لسه قايلينه في الاختياري از، والتصريف الثالث من فيزيت تبقى ايه، فيزيت إيه؟ عشان تبقى مبني للمجهول. يوزد تو، اي يوزد تو يجي وراها الفعل في الايه، في المصدر، نشيل الاي ان جي ديت هتبقى ايه، بي كده بقى خلص الايه، الامتحان الاولاني. ادخل بقى في الايه، في الامتحان التاني ده باراجراف ايه، حاول تكتبه كده مع نفسك، باراجراف ده اللي هو اللي فات. الامتحان التاني بقى زي ما انت عارف برضك ايه، استماع، نستمع وبعدين ايه تجاوب انت، ركز إيه الاستماع. we are going on a boat trip. it's going to be hot. so you have to wear sunglasses and a hat. boats are fun but they can be dangerous. you should be careful. number one, they are going on a boat. هم هيطلعوا رحلة ايه، تريب. حاول تعود نفسك على الاستماع، ما تعديش السؤال ده. نمبر 2 اتس جوينج تو بي، الدنيا هتكون ايه، قال لنا ان هي هتبقى حر، هوت. نمبر 3 they have to wear sunglasses، يلبسوا نظارات، اند ماشي، هات قبعه، بس كلهم مش هيشتركوا في قبعه واحده يعني. نمبر 4 بوتس القوارب ار فان بس ذي كان بي، ولكنهم ممكن يكون ايه، المركبه ممكن تكون ايه، ركوبها دينجرس خطر. السؤال اللي بعده، وده محادثه، عمرو بيكلم ايه، واتس يور نيم، ما اسمك، قال له ماي نيم زراج، وير ار يو، من انت، من اين انت، يبقى اي ام فروم، فروم من تحت هنجيبها هنا، وير ار يو فروم، من اي بلد انت، قال له اي ام فروم انديا، من الهند. سؤال، دو يو ليف، اي ليف ان ا فيليج، بعيش في قريه مع ايه، اسرتي، مع والدي، يبقى ايه، اين تعيش، اين، يبقى وير. صفحة 298، ادخل بقى في 299 بقية المحادثة. How many نقط and sisters do you have؟ قال له I have one brother، عندي أخ واحد واتنين إيه؟ يبقى how many إيه؟ brothers. brothers. ماشي؟ I have one brother and two واتنين إيه؟ إخوات بنات، sisters. سهلة خالص. السؤال اللي بعده، what jobs do you do in the house؟ اي الوظائف يعني، الاعمال يعني، ايه اللي انت بتعملها في البيت، ايه الحاجات اللي بتحب تعملها. the chickens الفراخ، يبقى يقول له ايه، انا باكل فراخ، I feed، feed يعني يطعم، the chickens. تمام، القطعه بتاعتنا، القطعه دي ما فيهاش ولا كلمه صعبه، فانا هديك فرصه انت تحلها مع نفسك، وهقول لك الاجابات عشان ايه، نقدر نحل اسئله اكتر يعني. ماشي، بوقف الشاشة وراها مع نفسك انت. أول سؤال، وير إز شاهد سيتنج أت ذا مومنت، يعني شاهد قاعدة فين في اللحظة ديت وليه، فهو قال لي هنا بقى إيه، إن قاعدة على رجل إيه، على رجل جدها، شي إز سيتنج أون هيز نيز، دي إجابتها. تمام، طب ليه بقى، عشان تستمع للقصص اللي هو بيحكيها لها. خلاص، يبقى هي تو listen his stories. السؤال الثاني، what does the underlined pronoun she عايد على ايه، she دي عايد على مين، على الجدة اللي هي مين، زينب، دي اجابة ايه، number 2. number 3 she had his grandmother، ماشي، بتعمل ايه في اللحظة الحالية، هي بقى له ايه، بيكنج كوكيز. تمام، اهي الاجابة. اللي بعديه، از او ار listening تو عزت ستوري، بيستمعوا الى قصة ايه، عزت، هما الاتنين بيسمعوه، زينب اند ايه، اند شاهد، وبيحكي القصة. نمبر 5 شاهد اند هير جراند فاذر ار ان ذا، هما الاتنين شاهد وجدها قاعدين فين، قاعدين في living room، حجرة المدرسة. شوف السؤال اللي بعده، الاختياري number 1 I am learning، انا اتعلم to improve my handwriting، عشان احسن خطي، يبقى اتعلم ايه، فن الخط، calligraphy. خص كده صفحة 299، ادخل في 200
ندخل في صفحة 300. نمبر 2 اور ناشونال فوتبول تيم، فريقنا القومي، وون ذا فاينل، كسب النهائي الجيريا ضد، يبقى ضد يعني ايه؟ اجينست، ضد فريق الجزائر. نمبر 3 ذا جريت بيراميد، الهرم الاكبر، 2000 اوف ييرز اجو، يعني يعود تاريخه الى الاف من السنوات. ديتس 2 ماشي. نمبر 4 وين اي جيت اب ات 7 افري داي، اللي بيحصل اي هاف تو تايدي ماي بيدروم، انا بقى ايه يجب علي ان انا ارتب حجرتي، حجره النوم، تايدي اب. 5 ميني ستودنتس باز، تلاميذ it is shown معروض على ذا in the line graph، على المحور السيني بتاع الايه رسم البيان، هي دي اكس اكسس، ديت المحور السيني اللي هي في رسم البيان يعني. نمبر 6 سمير is my best friend so I، افضل صاحب ليا، so I sit next to him، دول نافية كلهم، دي اللي صحيح، دايما بقعد جنبه always. 7 when، وبعدين يو ستارت ذيس جوب، بدأت الوظيفة دي، قال له في سنة 2016، يبقى ماضي صح؟ الماضي هي دي. 8 ذا تشيلدرن ايس كريم وايل، قعدت وايلها، وراها ماضي مستمر صح؟ الأطفال ايه بينما احنا هما كانوا بيتفرجوا على التلفزيون كانوا بياكلوا ايس كريم، مستمرين في وقت نفس الوقت صح؟ ماضي مستمر، يبقى هنا ماضي مستمر وهنا ماضي مستمر، هوز اوير والفعل فيه ايه اي ان جي، فزي مجمع. 9 شود اي، هل يجب عليا، وبعدين شود دي جرى الفعل في الايه في المصدر تيل. 10 حمزه از، وبعدين في ازها از واز، فاكرينها حمزه طوله زي مؤمن بالظبط نفس الطول، از طول از. نشوف بقى نمبر 5 السؤال اللي اقرا وصحح ده، سوزان is good at languages she، وشي مفرد نزوده الفعل ايه طالما هنا is مضارع، زودوا الفعل is تبقى speaks، هنزود is بس. نمبر 2 how long did دي جرى الفعل في الايه في المصدر took، الماضي من المصدر، منها المصدر من took ايه take تي اي كي اي، عشان نجيب في did نرجع الفعل لمصدره. نمبر 3 this is the village، village قرية صح مش دي مكان، يبقى حيث، حيث المكان where I live. 4 سيناي is located، هنحط دي بس هنا لتعبير على بعضه، is located يعني ايه تقع. الباراجراف ايه خد وقتك انت فيه. ندخل بقى الامتحان التالت، نستفيد بالاستماع عشان تتمرن عليه. نسمع I am looking after patients، المرضى، at a hospital it's very busy I am looking after children in a children's world ماشي I like my job but I am feeling tired tonight I am looking forward to going home and having a rest. ممكن ترجع نص الاستماع تاني وتسمعه انت مع نفسك وعشان تتأكد من اجاباتك. The speaker is looking after يعتني بيه يبقى المرضى patients. The speaker number 2 is children in children's، بيعتني بالأطفال فين؟ في عنبر الأطفال world، عنبر يعني. 3 the speaker is feeling، يشعر الولد انه ايه tired متعب. The speaker number 4 the speaker is looking forward to going home and having a، عايز ياخد ايه rest راحة. تمام ندخل على السؤال اللي بعده، دوت محادثة، ايمي بتكلم رشا، My father is an important nurse Mrs. سعاد رمضان but her life used to be difficult، مامتها ممرضة مهمة وايه بس حياتها صعبة. رشا قالت لها Where did your mother to be a nurse ماشي، Where did your mother، يبقى Where did your mother not to be a nurse، عشان تكون ممرضة، أين إيه؟ يبقى درست، لأنها تحت بتقول لها at Cairo University، يبقى إيه study. تمام؟ طيب اللي بعدها، What does she نقط، قالت لها إيه ممرضة فين في كذا، يبقى What does she do؟ She is at a big hospital، في مستشفى كبيرة في القاهرة، She is a nurse، لأن فوق قال لي إيه؟ nurse. تمام
خلاص ده ما يهمناش. فراشا بتقول لها I think she is a hero، هي بطلة، because she studied and worked very، وعملت ايه، عملت very ايه hard، very ايه بجد، يعمل بجد very hard. اللي بعده you are right and now she helps تساعد ايه people every day، I am not of your mother and I want to be like her، انا ايه يعني فخورة بي، براود بي ار او يو دي. سؤال القطعة ده ديت ايه اسهل من القطعة اللي فاتت، ما فيهاش ولا كلمة صعبة، وكانت علينا في الايه في المنهج، فاقراها بردك مع نفسك كده وخد فرصتك، انا لسه ما جاوبتش الاجابات، وبعدين ايه شوف انت هتجاوب ازاي وشوف انت صح ولا غلط. اول سؤال what should people eat، الناس تاكل ايه and drink to keep healthy، عشان تبقى ايه بصحة ايه جيدة. خلاص فديت ايه جزء من الاجابة، هياكلوا ايه بقى eat ايه fruit and vegetables. طيب وايه كمان يشربوا كمان ايه، ودي بقيه الاجابه drink a lot of ايه a lot of water. نمبر 2 how many meals، الوجبات اللي معظم الناس تاكلها 3 عددهم يعني 3. اللي بعدها them اللي في القطعه عايد على ايه بقى، يبقى نشوفها كده في القطعه most of them معظمهم اللي هم الناس، يبقى people. خلاص طيب اللي بعده people care about، يهتم what they should eat for each meal. تمام وفي القطعة فوق قال لي معظم الناس ايه لا تهتم، يبقى اللي بيهتموا ايه قليلين، هتبقى فيو هنا، هي فخدع شوية فيو. اللي بعده 5 can advise people about their health، ينصحوا الناس عن صحتهم، مين اللي بينصح الناس عن صحتهم؟ دكتورز. نشوف بقى سؤال الايه الاختياري bikes الدراجات are نقط فورم شكل من المواصلات ترانسبورت بيكوز ذي يوز نو فيول، يبقى صديقة للبيئة اللي هي ايه جرين، جرين فورم. نمبر 2 احمد لوكس فورورد، تاخد تو فعل في اي ان جي تو لوكينج تو جيتينج، ذا رايتر ووز ذا فيرست وان، كان اول واحد تو رايت انه يكتب للاطفال. وين يو وين ويل ذا ترين ارايف، ماشي الرايف دي ستيشن مكان صغير تاخد ات. اللي بعده 5 ماي سيستر يارا اولويز، دايما اب افتر افري ميل، يعني بتغسل الاطباق ووشز، معلش انا بقول بسرعه عشان تحلوا 3 امتحانات. ذا شو شوز هاو ميني بيبل دايد ان ذا لاست ديزاستر، في الكارثه الاخيره دي، يبقى الايه اللي هو الرسم البياني بار شورت، بار شورت على شكل اعمده يعني. 7 دليدا، تمام ونشوف يوجوالي ديت، تمام يوجوالي بتيجي قبل الفعل بس دليدا دي مفرد نزوده اس، يوجوالي كومز. 8 اور فريندز نهى اند احمد، تمام تزوجوا وبعدين لاست ماضي اهي صح، يبقى جوت الماضي من جيت جوت. 9 ذا ستودنتس وير بلاينج ان ذا بلاي جراوند وين ذا بيل، قعدت وين ماضي مستمر وراه ماضي بسيط، الماضي من رينج رانج ماضي بسيطة ران يعني جرس ران. تومورو از هوليداي بكرة اجازة، يو يبقى ما انتش محتاج ايه تصحى بدري، دونت هاف تو منفية ويو تاخد ايه في النفي ايه دونت. نكمل بقى السؤال اللي بعده اخر سؤال ذير ووز ا هول ان فور، انا قلت الاجابة تو ديت هتبقى اوف، يبقى اجابتها ان فرونت اوف. السؤال اللي بعده اير وبعدين ايه انا اشتريت، يبقى ماضي اير اجو اي جي او. السؤال الاخير اللي قبل الاخير ذا مان از تول، مان ده عاقل صح، وير هتبقى هو للعاقل الذي في ذان. هنا الجملة اللي بعدها ذا ويل الحوت از وبعدين ذان بيجست ذان ذا دولفين، هتبقى المفروض بيجر من سنة ستة دي بي اي جي جي اي ار. تمام وكده يبقى انتهى الايه الفيديو بتاعنا، معلش النهارده كان طويل وكنا نسرع شوية، بس بعد كده هنبقى ايه بقى على راحتنا يعني عشان احنا متأخرين في الامتحانات، وانتظرونا في حل بقية الامتحانات في كتاب بيت باي بيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.